محمد، شرف ليا لان بدات يعني حضرتك حطيتني وقلت لي انا حطيتك على الطريق الصح، خدي بالك عمري ما انسى الجمله دي. فانا سعيده وفخوره وبقول ربنا يديك الصحه وتفضل الامر ودايما في تقدم وازدهار، وبحبك قوي يا مدام فردوس، بحب صوتك وبعشقك. وميرسي لكم جميعا جميعا جميعا. ازيك يا استاذ عمر؟ ازيك يا مبروك.